ننتقل إلى زميلة ماري سالم من بيروت، تطلعنا على آخر التطورات التي تتعلق بالأسواق الخليجية والإماراتية. اليوم سمعنا ماري من دوا عن عزمها توزيع 1.3 مليار في أبريل، هل هذه تشمل التوزيعات الاستثنائية التي كان قد تم الحديث عنها سابقا؟ يعطيك العافية نور. نعم، يعني ديوا أعلنت النتائج وأعلنت أنه حتكون عم توزع 1.67 مليار درهم توزيعات، اللي هي الون اوف. المبلغ اللي عم تحكي عنه اكيد بيشمل هذه التوزيعات، ولكن الملفت هو تفاعل المستثمرين صباح اليوم مع هذا الخبر والنتائج اللي عم تصدر من قبل شركات خاصه بسوق دبي المالي، بعكس النتائج اللي عم تصدر بسوق ابو ظبي. يعني في عنا ارتفاع تقريبا محدود 2% على اسهم ديوا، عم تتوالى كمان على نفس القطاع بقطاع الخدمات على سالك 1% ارتفاعات. صباحا كان في ارتفاعات كمان على امباور، حاليا عم بيتداول عن نفس مستويات الامس. يعني عم بيكون في ايجابيه بالسوق دبي المالي اكثر من الاسواق الخليجيه الاخرى اذا بنطلع عليها بدقه اكثر. يعني في عندنا ارتفاعات اليوم على المؤشر وصلت تقريبا 1%. طيب اعمار عم تسجل ارتفاعات قويه. نعم، اريد توضيح هذه النقطه، لماذا اليوم الاسواق الخليجيه، نحن نتحدث انه النفط في 85 دولار، بكل المقاييس هذه مستويات جيده، الاسواق التي كانت تظهر ارتباطا كبيرا مع النفط لماذا هي اليوم لا تتحرك؟ هل هذه إشارة سلبية أولا، وما الذي تنتظره؟ يعني ما المحفز المطلوب حتى تتحرك، حتى إذا كانت نتائج جيدة كما كان يتحدث عماد منذ قليل في السوق السعودي؟ يعني محمد، نحن هلا ناطرين انه يكون في عنا شويه محفزات اخرى غير نتائج الشركات، لانه نتائج الشركات وقت بنكون نحن عم نطلع عليها عم نطلع على اشياء سابقه، ما عم نطلع على شيء لقدام. اسعار النفط حاليا يعني اوكي في عنا ارتفاعات او استقرار على اسعار النفط، ولكن الاسواق العالميه عم بيكون في عليها تذبذبات، وبعد في قلق حوالينا من وين ممكن انه تتجه هذه الاسعار. يعني نحن شايفين، يعني حتى عماد حكي عنا النطاق اللي تراوحت فيه اسعار النفط من بدايه العام لحد اليوم تقريبا 12%، منا مستويات ضئيله. فبدنا نقول انه هون الاسواق الخليجيه يمكن تعبير ما بعرف اذا بينطبق 100%، ولكن عم بيكونوا حذرين بهذه الظروف. يعني ما عم بيكون في هالتذبذب القوي، عم بيكون في استقرار اكثر بالاسواق الخليجيه من ما هي على اسعار النفط. يعني على القليله ما عندنا هيدي الفولاتيليتي العاليه اللي بتخلق قضه بقلب الاسواق، وهيدا حتستمر يعني لحد ما تتضح للصور الصوره اكثر، ونخلص من فتره الاعلان عن النتائج وندخل بشو هي 2023 مخبيه للشركات والاسواق. ماري سالم، شكرا لك.